اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الملك اوسر كاف. ولما نتكلم عن نشاطات الملك اوسر كاف في مصر هنقول ان الباحثين والمختصين في مجال علم الاثار ما يعرفوش كتير جدا عن اعمال الملك اوسر كاف عدا حاجتين اتنين بس، هو انشاؤه لمعبده الجنائزي وانشاؤه لمعبد الشمس. وبيقول عالم الاثار يارومير مالك ان الملك اوسر كاف لما صعد للحكم كان سنه كبير جدا، وده اللي بتشير ليه فترة حكمه اللي كانت قصيرة جدا. ويرى العالم ميروس ناف فيرنر ان فترة حكم ملك اوسر كاف كانت مهمة جدا، لانها كانت بتمثل ذروة عبادة الشمس في مصر القديمة، وفترة حكمه بدأ استخدام لقب اسم رع في جميع اسماء حكام مصر بشكل منتظم. وفي صعيد مصر قدر الملك اوسر كاف ان هو يبني او يوسع معبد الاله منتو، وهناك قدر الباحثين والمختصين ان هم يعثروا على اول دليل بيؤكد ان الملك اوسر كاف كان من حكام مصر القديم. وبسبب التعديلات اللي اجريت على معبد اوسر كاف في اوائل عهد الدوله الوسطى والدوله الحديثه والدوله البطلميه، بقاش فاضل من المعبد ده غير كميه قليله جدا. كان في كنيسه صغيره جدا من الطوب الطيني فيها عمود من الجرانيت، العمود ده منقوش عليه اسم الملك اوسر كاف. ونقدر برضو نستدل على المزيد من اعمال الملك اوسر كاف لما نرجع لسجلات الدولة القديمة. وسجلات المملكة القديمة اتكتبت في عهد خلفاء الملك اوسر كاف، واللي بتدل على ان الملك اوسر كاف قدم عطايا لآلهة منطقتين، آلهة هليوبلس وآلهة بوتو. وسجلات المملكة القديمة بتذكر ان الملك اوسر كاف اتبرع بقطعة ارض للإله حورس، والوقت ده سجلت السجلات ان الملك اوسر كاف بنى معبد للإله حورس. وثقت سجلات المملكة المصرية القديمة ان الملك اوسر كاف قدم العطايا للإلهة التانية زي الإله رع والإله حتحور اللي قدم لهم الأرض كنوع من العطايا، والإله نخيت اللي قدم لهم الملك اوسر كاف الخبز والبير. ونتج عن اعمال التنقيب في المعبد الهرمي للملك امنمحات الاول ان تم العثور على قطع حجريه متزينه بنقش، النقش ده بيعود للملك اوسر كاف. وللاسف استخدم الحجر ده كمواد بناء، والحجر ده بيذكر بالتحديد رحله الملك اوسر كاف لمعبد بستيد. المعبد ده زاروا الملك اوسر كاف في سفينته الخاصة، واختار الملك اوسر كاف بالتحديد مدينة سقارة عشان يبني فيها المجمع الهرمي الخاص بيه. وفي نفس الوقت المسؤولين ومن ضمنهم الوزير الخاص بالملك اوسر كاف واللي كان اسمه هيتي فضلوا يبنوا مقابرهم في منطقة مقابر الجيزة. ولما نتكلم عن الأنشطة التجارية والعسكرية للملك اوسر كاف هنقول ان بداية عهد الملك اوسر كاف بيعتبر ولادة للتجارة ما بين مصر وجيرانها في بحر ايجا، وده اللي بيمثله مجموعة من النقوش اللي كانت موجودة في معبد الملك اوسر كاف الجنائزي بتبين السفن وهي مشغولة في حاجة بتشبه رحلة البحرية. من ضمن الأدلة دي ان عثر الباحثين على إناء حجري منقوش عليه اسم الملك اوسر كاف ومنقوش عليه اسم معبد الملك اوسر كاف اللي هو معبد الشمس في جزيرة اسمها جزيرة كيسيرا اليونانية. وبيعتبر الإناء ده أقدم دليل بيدل على وجود علاقات تجارية بين مصر ودول بحر إيجا. وبتظهر الاكتشافات اللي تم العثور عليها في مدينة الأناضول اللي بترجع تاريخها للملك منكاو حور كايو والملك جيت كارع ان التجارة ما بين مصر ودول بحر ايجا استمرت خلال فترة حكم الاسر الخمسة. وفي جنوب مصر اطلق الملك اوسر كاف حملة لبنادي النوبة، والسجلات المصرية القديمة بتظهر الملك اوسر كاف انه تلقى الجزية من منطقة غير معروفة. المنطقة دي بيرجح انها يا اما الصحراء الشرقية او ارض كنعان، والجيزة دي كانت على شكل قوة عاملة متكونة من زعيم واحد وسبعين فرد اجنبي، بالاضافة لتلتمية وتلاتة من المتمردين المسلمين اللي المفروض انهم هيعملوا في اعمال هرم الملك اوسر كاف. وبيعتقد بعض الباحثين ان المجموعة دي كانت من السجناء والأسرى اللي جام بيهم الجيش بعد ما كان في حملة للصحراء الشرقية في مصر، وبيعتقدوا ان هم لما خرجوا من السجن كانوا مستعدين ان هم ينخرطوا في المجتمع المصري من جديد. وبيعتقد بعض علماء المصريات ان المجموعة دي تمت معاقبتها بعد الصراعات اللي كانت مرتبطة بنهاية الأسرة الرابعة. وبتصور النقوش في معبد أوسر كاف الجنائزي ان الملك أوسر كاف ارسل للبدو الاسيويين حملة عسكرية، وبيظهر الملك اوسر كاف
في النقوش دي، وكأنه بيضرب بعض الأسرى منهم، وبتظهر برضو بعض النقوش حاجة بتشبه الحملة العسكرية البحرية. ولما نتكلم عن تماثيل الملك أوسركاف هنقول ان الملك أوسركاف اكتشفت ليه تماثيل كتير جدا، بس اشهرها تمثال نصفي للإله نيس، ليه ملامح بتشبه جدا الملامح الملك أوسركاف. وتم العثور على التمثال ده في معبد الملك أوسركاف الشمسي، والتمثال ده محفوظ دلوقتي في المتحف المصري. وارتفاع التمثال ده 45 سنتي، وتم نحته من الحجر الرمادي. وبيعتبر التمثال ده ليه أهمية خاصة جدا، لأنه بيظهر الملك أوسركاف وهو بيرتدي التاج الأحمر أو تاج مصر السفلى، وده من المنحوتات القليلة جدا اللي موجودة من عهد المملكة المصرية القديمة. وتم اكتشاف التمثال ده بالتحديد سنة 1957 وقت رحلة تنقيب مشتركة بين المعاهد الألمانية والمعاهد السويسرية في القاهرة. وفي رأس تمثال بيعتقد إنها بترجع لعهد الملك أوسركاف، بتظهر الملك أوسركاف وهو بيرتدي التاج الأبيض، وهو تاج مصر العليا أو تاج صعيد مصر. ورأس التمثال دي محفوظة دلوقتي في متحف اسمه متحف كيفيلاند للفنون، والتمثال ده من الحجر الجيري الملون. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل كلامنا عن الملك أوسركاف، وهتلاقوا لينك فيسبوك وتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.